بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما احبابي في الله تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بالصحه والعافيه وكل ما تمنيتو يا ربي ان شاء الله الوصفات اللي حطيته لي او التعليقات كلهم ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفات اللي محتاجين لهم ان شاء الله تدريجيا وعلى حسب الوقت آه ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نعطيكم واحد للبيت اللي عنده فيه اللي آه فيه مشاكل واللي فيه صداع واللي ما الراحه وعندك انسان يتابعك ويدير لك والناس اللي عندهم مشاكل مع أي شخص يعطيكم طاقة سلبية إما من العين وإما من الحسد وإما من السحر الناس اللي تأديوا الناس بالسحر وتيكون عندك خلاف معه وتيمشي يرش لك العتبة ويخلي لك إما زيت ريحته إما ريحته فيها ريحه ماشي مزيانه ويكون لونها اسود او لونها بني ولونها غامق وتكون فيها ريحه كريهه وفي نفس الوقت هي ماده زيتيه كاين اللي تلوح احجار بزاف قدام العتبه كاين اللي تلوح ملحه مقريه عليها كاين اللي تلوح اسحار لا يعلم الا الله الا كنتي عندك شقه تلوح في باب الرئيسي للعتبه الرئيسيه باش يتخطوها جميع الناس تيبغي يخلق الفتنه في في العماره او في المكان اللي انت فيه تيبغي يخلق المشاكل تيكون هو اصله شيطان تكون جار السوء مع الأسف اللهم أنجينا من جار السوء في دار المقام أما جيران السوء تكونوا ترشو الحويج الخيبين أو تكون إنسان معروف عندك أنت إما من الأسر إما من صادقة السوء عودتي لها أسرارك وهي استغلت الأمر ولا تتحسدك على المعيشة ديالك تتحسدك على أولادك تتحسدك على أي حاجة وتتبغي تأديك باش تشوفك بصورة خيبة تشوفك عندك مشاكل تشوف عندك صداع في البيت تشوفك أنك مدمرة باش هي ديك اللدة ديال الشيطان ديالها هي تتلدد بالمشاكل اللي عندك في البيت لانها هي اصلها شيطان الشيطان من الشياطين الانس اذا هي العياذ بالله من هاد الناس وتنقول اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واشغلهم بانفسهم واشغلهم بانفسهم وبعد شرهم عنا وعن الناس اجمعين احبابي في الله تسيقة خطيرة وزوينة وغادي ترحموني عليها غادي تمشيو عند عطار يقول لي جمع لي ديال ديال البيت اللي تيكون فيه الصداع وديما عندنا المشاكل وعندنا السحر المرشوش اول حاجه انا نعطيكم المكونات وغادي ان شاء الله راه المكونات ساهلين وديما تنحطوهم ولكن هادو هذه انا شريتها اليوم على حسب باش نوريها لكم ونخليها ديما تنديرها مع المبيض تزيدو تزيدو واحد الكاس ديال او نص نصف كاس المبيض وتنجفف به نعقم به الدار وفي نفس الوقت نحيد الطاقه السلبيه اللي من الرجلين او تتجي من كلام السوء او تتجي من السحر المرشوج امام العتبه اول حاجه هو اليترون اليترون معروف اليترون جيد في ابطال السحر اليترون بحالو بحال الشبه عندنا ان شاء الله سرغينا سرغينا راه أرى... غادي نحط لكم ان شاء الله بزاف الوصفات بسرغينه سرغينا راه خطيره في ابطال جميع الاسحار عندنا عندنا تقولوا نتوما السلميه اللي تنحيدوا بها الطاقه السلبيه الطاقه السلبيه السلمية خطيره في علاج الحوايج اللي تيكونوا في الدار المشاكل عندنا اليطرون هضرنا عليه عندنا سرغينا سرغينا هي عندنا قشور التوم عندنا قشور التوم حتى حطها حطاليه هانتوما عندنا الورد عندنا العرعار انا غادي نكتب لكم القائمه ديال هاد العشوب وشريوها راه 10 دراهم عطاني كميه كثيره ولكن تاخذوا العرعار عندنا الكبريته الكبريته الكحله هذه الكبريته الكحله شفتوها وكاينه الكبريته الصفراء عندنا اليطرون دير بحال الشبة هو يطرون هذا يبطل السحر كاين اللي تيدقو مع الملحة للسحر المأكول ولإبطال جميع الأسحار عندنا أوراق السدر عندنا السلمية هذه آه هاد المكونات غادي ناخد واحد القسط بحال هكا ناخد واحد ناخد واحد جبانية وغادي نحط قطعة قطعة بحال هكا بحال هكا اليطرون عندنا الكبريته الصفراء عندنا الكبريته الكبريته الكحله حاولوا الكبريته الكحله تقدروا اه ديروا مرسو صغير اقل من هذا لانها بغينا احنا هانت كبريته الكحله عندنا صرغينا صرغينا نحط اربعه الاعواد ولا خمسه غادي ان شاء الله ونحط حفنه من هذه المكونات هذه المكونات اللي فيهم الورد فيهم الريحان فيهم العرعار هانتوما راه يجمعهم لكم العطار ولكن انا غنكتبهم لكم وغادي ان شاء الله نحط كميه هنايا غادي ان شاء الله غادي نشدهم نطبخهم جيدا في كاسرون نطبخهم كا في كاسرون جيدا وغادي ان شاء الله غادي نطلق سورة البقره نطلق سورة البقره هي تترقي الدار البيت تترقي البيت وانا تنسيق البيت بهذه المكونات بهذه المكونات ولكن هنا ما نقرا حتى حاجه هنا ما نقرا حتى حاجه وغادي نرقدهم في الليل ونزيد عليهم المبيض داك تنقولوا حنا جافيل او داك السائل اللي تبيض الملابس غنضيف نص كاس ديال ديال المعقم هو هذاك اللي تبيضوا به الملابس وغادي نحط هنايا نحطو هنايا ونجفف به كاع البيت اي سحر واي تعطيل واي حاجه وغادي نسالي وغادي نمشي للعتبه ان شاء الله وغادي نقول يا مسهل سهل يا مدبر دبر سهله هذه سبعات المرات يا مسهل سهل يا مدبر دبر يا مسهل سهل يا مدبر دبر يا مسهل سهل على وليداتي يا مسهل بعد منا الصداع والمشاكل يا مسهل افتح لنا باب الخير لولادي والاسره ديالي وبعد منا شر الحاقدين وشر الحاسدين وشر السحر الحاقدين صافي وغادي نجمع هذا الماء ونخرجوا من البيت لانني انا قمت به البيت وجففت به الدار حيت به قال الموانع اللي عندي في البيت غادي نخرجوا الى اي بلاصه نخويه خارج المنزل نخويه ولو امام البي امام العتبه اللي خارج العماره نخوي هذه المكونات وندخل بحالي لانني حيت نديرها مره في الاسبوع او جوج حتى ربي يسهل الامور اذا ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا انكم تدعموني وتفعلوا الجرس وتابوناو وتخليوا لايك وان شاء الله يكون خير اذا عجبكم الفيديو خليوا لايك الى وصفه اخرى ان شاء الله